انطلقت اليوم اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي 2021-2022 لطلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وسط إجراءات احترازية مشددة لتوفير بيئة آمنة وضمان سلامة الطلبة والمعلمين خلال فترة الاختبارات. وعممت المدارس الثانوية إجراءاتها الاحترازية على كافة قطاعات الاختبارات من ارتداء للكمامات والتباعد الجسدي وتخصيص غرف عزل في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس وتحديد مسارات للدخول والخروج وسط تعاون كبير من وزارة الصحة في سبيل تأمين حماية الطلبة داخل المدارس.